تغرقنا دراما أحيانا بين تموجاتها وتحتل حيزا من أيامنا صناعا كنا أم مشاهدين لها، فلا معنى للأشياء إن مرت هكذا دون فرح أو ألم. هتأتي الحكاية لتوثق الذكرى. استغفري يا بنت يم العشاشيت عن قولك إني من عبيد الموالي. هكذا كانت حياة الفنان الشاب ياسر المصري الذي أخذه حلمه الفني خارج حدود وطنه الأردن ليطل علينا فارسا شاعرا وزعيما في عاصمة الفن العربي القاهرة. حضرتك عندك بنت في كلية الطب وبتروح الجامعة وهي غير محجبة، لما تفرض عليها الحجاب وتلزمها بيه يبقى طالبني أفرض الحجاب على ستات مصر. ياسر المصري. زين، أهلا وسهلا. سريعا لمع هذا النجم الذي أخفته الموت عنوة في أيام العيد، فلم يتمكن من إتمام حكايته الجديدة الذي ضرب لنا موعدا معه. في مشروع حاليا ضخم أيضا سيتم تصويره في تونس من إنتاج عربي إيطالي ومخرج إيطالي أيضا. اعتاد المشاهد أن يتابع المسلسل البدوي كنوع من الفانتازيا التاريخية، وفيها رحلة تغازل ذاكرة العرب القدماء من خلال صناعها وأبطالها الذين نجحوا في وضعها على الخارطة لينطلقوا منها إلى أماكن أخرى. ألم أرفعك إلى مرتبة لم يحصل عليها أحد؟ ياسر المصري أطلق الأبطال الذين جسد حياتهم، كبيرا في تواضعه، جميلا في إطلالته، محترفا ومحترما لمهنته. اتفقنا ما نختلف، والعرب ما تصير عربي. ستفتقد الساحة الفنية العربية والأردنية ياسر المصري باعتباره شخصية درامية فذة لقدراته على التأقلم مع النصوص التي جسدها في حيثيات وظروف وجغرافيا تحتاج لياسر المصري وداعا. جميل ظاهر، العربية. معنا في الاستوديو زميلة جميل ظاهر، محرر الشؤون الفنية في قناة العربية. صباح الخير يا جميل. صباح الخير. رحمة الله على الفنان ياسر المصري. يعني حابين نسلط الضوء اليوم على أعماله وشخصيته وأبرز الإنجازات اللي عملها، فما أعرف بإيش تتميز من وجهة نظرك شخصية ياسر؟ بدون شك نحن استعرضنا جزء من أعمال ياسر المصري من خلال هالتقرير، بس هو دائما الأشياء الفنية جمالياتها يعني بالعالم أن تنطلق من المحلي إلى الأشمل أو الأوسع. عم نحكي عن العالم العربي، يعني أنه هو بدايته كانت بالمسلسلات البدوية الخالصة اللي هي كتير كان إلى حضور مثلا بمناطق معينة بالعالم العربي، يعني عم نحكي خاصة بالأردن. فهو من خلال هاي الشخصية دلالة على صدق التمثيل، فبيقدر المخرجين واللي صناع الأعمال الدرامية يلاقوا أنه في موهبة مهمة جدا، فمشان هيك تم استدعائه إلى مصر. وبمصر حقيقة يعني مش بالسهولة أنه واحد يشتغل مع مجموعة كبيرة من المخرجين المصريين. عم نحكي على الأقل يعني مثلا هو إطلالته الأولى كانت مع خالد يوسف ضمن مجموعة من الممثلين الكبار اللي مشهورين، فهو كمان كان دور رئيسي بكف القمر كان وقتها مشاركته. هذا الشيء فتح له باب بمصر انه يروح على محلات تاني، وكان عنده فرصه اكثر انه يشارك مع المخرج حاتم علي بمسلسل اسمه تحت الارض. كمان هذا المسلسل اخذ فيه دور مهم، وكان حضوره ايضا مؤثر بحيث انه استطاع عم نحكي نحن من دراما محليه اردنيه ان ينتقل الى دراما عربيه عند هذا الكم من المشاهده، ان كان بمصر كمصر وان كان بالعالم العربي ككل، واستطاع ان يكون ضمن الاسماء اللي هن بنقول عنهم ابطال. اضف الى ذلك بعد هالتجربة بمصر عم نحكي جسد شخصية جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر منا شخصية عادية، يعني أي حدا يقدر يمثلها، يمكن تقدمت بحدود أكثر من 10 مرات، يمكن 12 مرة ممثلين قدموها لشخص، إنما بدور اللي قدمه ياسر المصري كان مميز جدا. يعني قبله سبقه أحمد زكي مثل الدور، خالد الصاوي كمان مثله، جمال سليمان، فممثلين كانوا معروفين وشخصيات كبيرة قدمت هذا الدور. بالجماعة بالتحديد مسلسل الجماعة بعتقد إنه لما قدم شخصية جمال عبد الناصر كتير الناس صدقوا، وعلى الأقل يعني إذا باخذ تجربتي الشخصية أنا مع هذا الدور، أنا كنت أحضر الجماعة ما كنت أعرف أنه هيدا ياسر المصري. كنت مفكر ممثل مصري، يعني ولا مرة انتبهت أنه بعدين لما صرت أقرأ عن الممثلين
انه ممثل اردني واسمه ياسر المصري هو اللي عم بيقدم الشخصيه اللي هي كان شخصيه جمال عبد الناصر. هو قدم مسلسلات كثير، قدم افلام كمان، ولكن ماذا خسرت الدراما العربيه وكذلك الدراما الاردنيه بعد خساره الفنان ياسر المصري؟ هلا المهم بشخصيته هو يعني كل اللي بنعرفه عنه لياسر هو شخصية متواضعة، حبوب، يعني كان دائما بالأجواء الفنية فيه يبقى شخصيات متفق عليها. ياسر المصري من هاي الشخصيات لأنه هن الكل بيحبوه، الكل حاولوا، يعني إذا راح مثلا لنقول بده يشتغل بمصر كان الفريق العمل كله يتعاون معه نتيجة حضوره اللطيف اللي هو أنه الكل مستعد يساعده إذا في باللهجة مشكلة، إذا في عنده على الدور، إن كان من الممثلين المحترفين أو من المخرجين أو حتى من منتجين العمل الفني. مثلا انه في لنقول منتجي، يعني كان ممكن اذا بعد شركات الانتاج شو انا اتعذب وجيب ممثل هلا من الاردن بدي راقب له اللهجه وبدنا نتابع الشخصيه، وخاصه مرات اذا انت بتلعبي مثلا نقول شخصيه ضابط امن بمصر فبدك تكوني دارستيها مزبوط، انت تعرفي عن الضباط كيف بيتصرفوا كيف بيفكروا، فهذه كله سوا بحاجه لدراسه. فهو كان يعني ياتي من عالمه الى هذا العالم ويتقن هذه الشخصيه. خلينا نشوف عشان الوقت نتعرف عليه اكثر. فنان ياسر، استغفري يا بنت يم العشاشيت عن قولك اني من عبيد الموالي. انا خلف، انا خلف عز الابكار الصعافيت، حمايهن لو طببهن جفالي. انا خلف يا بنت وان يبست الريج، اثني قفا ربعي ولاني مبالي. انا عفيت عن خلف ابن دعيجه، حكي منه وصلني. الانتقال من اللهجة البدوية والأعمال البدوية الصرفة إلى أعمال مصرية أو درامية من نوع آخر قد طبعا بالتاريخي أبدع. شفناه بهارون الرشيد من شوي، شفنا له مشهد مع قصي خاولي. عن هالمشهد بالذات كثير بيحبوه اللي بيتابعوا الدراما البدوية، هو واحد من الأدوار اللي ساهمت بشهرته. هو دور شاعر بيكون ودور يعني شاب بطل بيكون، فبيكون انغرم بصبية من خلال القصة البدوية اللي بنعرفها، وهي لما بيسألوها عنه بتقول لهم لا هذا شاب من استعملت تسمية العبيد، هي بتقول من يعني يعني منه شيء مهم. فبيقول له هو ما قدر مع انه كان حاب يحاول يحميها، هو ما عرف عن نفسه مين. فهون بهالقصيده كثير ناس بتحبها كيف هو القاها لهالقصيده، وطبعا مؤثره جدا من الادوار المهمه جدا واللي ساهمت بشهرته ايضا. اكثر الشخصيات جدلا لفتت الجمهور حبوه اكثر، يمكن هو تخصص في الشخصيات التاريخيه والبدويه زي ما ذكرنا اكثر من الدراميه. انا مثل ما قلت لك يعني نرجع لبدايه حديثنا، الصدق بالتمثيل بالمحلي هو بيقدمك، يعني مثلنا نقول أي فن بالعالم إذا ما كان مقنع باللي أنت عندك هو ما بيقدر ينتقل للآخرين. صدقه بالأعمال البدوية، بجماله بالأعمال البدوية، بهيك بصدق الشخصية، لأنه هو على فكرة دارس وهو موسيقي أيضا وهو دارس فنون شعبية، يعني استغربت وحتى استعراضية إيمان من السهولة كان يتقمص الشخصيات بحيث انه هو ما عنده. في مرات ممثلين بيبقى عندهم بيقولوا له عندهم هيك اتيتيود بسموه انه عندهم حاله معينه، فصعب يلبسوا شخصيات ثانيه. هو لا كان هادئ وكان من السهل انه يلبس اي شخصيه ويقدمها بالجمال اللي شفناها فيه. الله يرحمه ياسر المصري. الله يرحمه. اكيد خسرت الفن العربي عموما، خسر احد ابطاله. يعطيك العافيه جميل وربنا يرحمه. نقدم كل التعازي طبعا لاسرته وكل المشاهدين. شكرا للمتابعه، نراكم غدا باذن الله. الى اللقاء، كونوا بخير. الى اللقاء.